ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ انا هدير دكتورة جامعية في الجامعة اللي قدامك هنا. انا مبسوط جدا ان انا شفت. وانا كمان. انا احمد شغال هنا في الجراج على طول. على طول بقول لك ايه اتفضل. ده ايه؟ دي فلوس بسيطة بس كده، مش حالة كبيرة. لا لا لا، انا مش باخد. انا مش اسفه جدا والله، مش قصدي حاجه، بس انا عارف ما كنتش مش انا مش باخد حاجه، ما اشتغلتش بيه. على فكره انت حد كويس جدا بجد، واللي انت بتعمله ده حاجه كويسه وبسطت لي اكتر. انت عارف لو كنت خدت الفلوس كنت ممكن مش قوي، مش فرحت قوي، بس على فكره اللي انت عملته ده فرحني جدا. على فكره كان نفسي خطيبي يبقى زيك. خطيبك في العربيه زي انا؟ على فكره هو مش حاسس بقيمه حاجه، هو صحي لقى باباه بيكبره وخلاه حاجه، لكن انت بتعمل نفسك من نفسك، يعني انت حاجه من نفسك، انت احسن منه بكتير جدا، وبتشتغل وبتتعب في الحاجه عشان توصل لها. عشان كده لما تتجوز واحده اكيد هتحافظ عليها، عشان انت تعبت كتير اكيد مش هتضيعها بسهوله. لكن هو ما كنتش فارقه معاه اصلا. فبجد انت انسان كويس جدا، مستمر في اللي انت فيه، وانا جايبه لك مفاجاه حلوه جدا. انت بتضحكي عليا يا دكتوره؟ هو انا عشان فقير؟ لا طبعا ما بضحكش عليك، وعشان تصدق كلامي انا جايبه لك شغل، وجايبه لك، عايزه اجيب لك لبس برضو كمان. لبس وشغل بجد؟ اه بجد. انا ماشي، انا موافق، بس انا عندي طقم. ماشي خلاص، تعالى بيه يا سيدي، هجيب لك حاجه لبس، وبعد كده تبقى اديني الفلوس بعدين من اول مرتب ليك. ايه رايك؟ انا معايا طقم. لا هاجي بيه لو هتشغلي. خلاص ماشي تمام. انا كلمتهم على فكره، يعني هم عارفينك. تمام؟ شكرا دكتور. لا عفو على ايه؟ الو؟ ايوه يا احمد، ازيك؟ خلصت شغل ولا ايه؟ وانا كمان خلصت. طيب خلاص ماشي، انا مستنياك. خلاص ماشي، متأخرش. عيش يا بابا. الو، ايوه ازيك يا هدير؟ الحمد لله. انا هلبس بس وانزل انترفيو حالا، 10 دقايق بس مسافه في السكه. ماشي، هتنتظريني تحت؟ تمام. وانا تمام ماشي تمام. انا 10 دقايق بس، 10 دقايق بس هكون هناك ان شاء الله. ادعي لي بس يا رب. بجد مبروك، الله يبارك فيك، والله كله يرجع لك برضه بعد ربنا. والله الله يخليك، موفقه.
استاذ فكري يعني اختبرني في اللي حضرتك قلته لي وقال لي خلاص ماشي موافقين عليك وان شاء الله تشتغل من بكره الصبح. الف شكرا دكتوره. مبروك. والله طيب هنعمل ايه؟ انا اقابلك بكره. خلاص تمام ماشي. انت ماشي كده؟ اه وانا كمان ماشي. يلا.